طبعا شفنا الاستشارة التي وصلت إليكم، لم تكتبوا فيها أي شيء بالنسبة لهذه الاستشارة، وكتبتم في الأخير طبعا الاستشارة تدل على الشعبوية والتلاعب لخدمة مصالح خاصة غير بريئة تحضيرا لانتخابات رئاسية الفاف القادمة. وضح لي هذه ماذا كتبتم سي زرواطي؟ هذا الشيء هذا تقريبا كانت جمعيه عامه غير عاديه اصبحت استشاره وتكوشي ثم ولات فوت ثم غير في مكان الجمعيه العامه غير العاديه رجعت استشاره اللي ماهوش من حق العضو الجمعيه العامه باش يقرر في مكان المكتب الفيدرالي اللي هو حر يتصرف نوم هو يتصرف استشارات تلاعبات كبيرة التلاعبات هذه. لماذا التلاعبات لرئاسة الفاف للجاية؟ هذه تلاعبات شي واضح الناس قاعدة تعرف هالشي، قاعدة الناس هاي تعرفها ماذا يصرى ما بين السطور.